بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، وبعد، لازلنا نتابع حديثنا حول الآيات المختصة بسيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم، الآيات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، منها ما ورد في أوائل سورة عبسة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. لهذه الآيات سبب نزول، وورد في كتب التفسير بعدد من الروايات، أصحها ما ذكره الحاكم في المستدرك وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أحد عظماء مكة يدعوه إلى الإسلام، وكان قد طمع عليه الصلاة والسلام في إسلامه. في أثناء كلامه صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، جاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وهو يقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه كما في الآية: عبس وتولى، وأعرض شيئا يسيرا عن ابن أم مكتوم الأعمى، فنزلت هذه الآية. وفي رواية ثانية تقول أنه كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع مجموعة من سادات قريش وطمع في إسلامهم، وجاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يقول: يا محمد علمني، أو يا رسول الله علمني مما علمك الله، فأعرض عنه حتى يكمل حديثه مع أولئك القوم. فنزلت هذه الآية أو هذه الآيات من أوائل هذه السورة الكريمة، يعتب فيها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إعراضه عن ابن أم مكتوم. هذا عتاب لطيف. خلي بالك، بعض المشوهين وبعض أصحاب الأغراض يجعلون هذه الآيات وأشباهها سببا في طعن في الطعن في العصمة في الأنبياء، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. هذه الآيات، خلي بالك المشهد كالتالي، يحدث لأي واحد من البشر. أنت تكلم إنسانا وحديثك ذو أهمية، ويأتي إنسان فيتكلم معك، فمن الطبيعي جدا ألا تلتفت إليه حتى تكمل حديثك، وربما تغضب بالفعل لأنه قطع عليك كلامك. يحدث مع المدرس، ويحدث مع إمام المسجد، يحدث مع الخطيب، يحدث مع المحاضر في الجامعة، أيا كان. لكنه لما كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم عاليا عند ربه، ومنزلته كبيرة عند ربه تبارك وتعالى، لم يدعه حتى عاتبه. على ماذا؟ على ترك خلاف الأولى. يعني الأولى كان أن يعرض عليه الصلاة والسلام عن سادات قريش أو عن ذلك الرجل العظيم من عظماء قريش، ويقبل على ابن أم مكتوم. هذا كان هو الأولى. إذن ما كان فيه عليه الصلاة والسلام كان أمرا مباحا. ثم يا أخي الكريم، تنبه، ما الذي شغل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن أم مكتوم؟
شغله عنه الدعوة إلى الله تعالى، شغله الحرص على إسلام أولئك المشركين. لما كانت لهم لما كانت المنزلة التي يراها لأولئك في أقوامهم، كان يرجو بإسلامهم أن يسلم آخرون. وفعلا أي واحد كانت له منزلة في قريش عندما يسلم، يسلم معه مجموعة، لا يكون وحده كما لو أسلم ضعيف من الضعفاء. يعني شوف مثلا أبو بكر الصديق كم أسلم على يديه بعد إسلامه، خلال أيام قليل أتى بعدد ممن أسلم على يديه، أمثال علي بن أبي طالب، عفوا أمثال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله، كلهم أسلموا بدعوة أبي بكر رضي الله عنه. فكان الحبيب عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه على الدعوة إلى الله تعالى وإدخال الناس في دين الله يجلس مع أمثال هؤلاء ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. الآن نمشي في سياق الآيات الكريمة. عبس وتولى، العبوس هو تقطيب الجبين، يعني تغير الوجه بما يدل على أن الإنسان تضايق. تولى، التولي قد يكون بالكلام وقد يكون بالأبدان، لكن هنا المقصود بالبدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام تولى عن ابن مكتوم وتغير وجهه حيث كان ينادي. وبعدين خلي بالك، ابن مكتوم معذور من ناحية أنه لم يكن يرى المشهد، لم يكن يرى الجالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو كان شخصا آخر مبصرا لانتظر حتى يكمل النبي عليه الصلاة والسلام حديثه. فلما لم يكن يرى المنظر أو المشهد الواقع أمامه كان ينادي بهذا النداء: علمني يا رسول الله مما علمك الله. فهو في هذه الناحية معذور، والنبي عليه الصلاة والسلام في ناحية إقباله على أولئك المشركين أيضا معذور، معذور في توليه وإعراضه عن ابن أم مكتوم، لأنه كان في ظنه أن أولئك سيسلمون، فكان مشغولا بأمر أعظم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبد الله ابن أم مكتوم اسمه عبد الله ابن قيس، وقيل اسمه عمرو بن قيس رضي الله عنه. وانتبه معي بارك الله فيك، بعض العلماء استنبط استنباطا لطيفا، قال: ببركة إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم، عن عبد الله بن أم مكتوم، ببركة هذا الإعراض نزلت الآيات التي تمدح. مدح بنص القرآن الكريم، وهذا يوافق ما ورد في البخاري ومسلم أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إن لي عندك عهد فلا تخلفنيه أنني إذا سببت مسلما أو جلدته أن تجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إذا حصل شيء منه تجاه الصحابة أن يكون ذلك سببا في كفارة ذلك. الآن هذا التولي الذي أخذ برهة من الزمن عن ابن أم مكتوم جعل تلك الآيات تتنزل في الإخبار عن ما أعطاه الله تبارك وتعالى من التزكية والذكرى. أما قال سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يزكى معناها تكثر منه الأعمال الصالحات، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
أو يتذكر يتعظ فينزجر عن ارتكاب المنكرات. فهذا معناها أن ابن مسعود تحقق، عفوا ابن أمكم تحقق فيه هذان الأمران، كثرة أعماله الصالحات وإعراضه عن الذنوب والسيئات أو فراره عن ارتكاب المنكرات. وتلك ببركة سيد البريات عليه من الله أفضل الصلوات وأتم التسليمات. وما يدريك لعله ولعل من الله تعالى حق وتحصل، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم بين له ما كان منه عليه الصلاة والسلام. أما من استغنى، أي استغنى عن الإيمان وعن الدخول في الإسلام، وبعضهم قال أما من استغنى أي كان غنيا بماله، المعنى الأول أظهر في سياق الآيات لأن الكلام عن الإيمان والتزكية. المعنى الثاني يصح من ناحية أن هذا الرجل الذي استغنى، سواء كان أمية بن خلف أو الوليد بن المغيرة أو غيرهما، ماله كان سببا في وجاهته في قومه، فباستغنائه لو أسلم لأسلم بعض قومه كما ذكرنا، لكنه استغنى بماله عن الإيمان، وتلك مصيبة. وهنا وقفة للأسف الشديد، الكثيرون إذا استغنوا بالأموال أصبحوا أغنياء، يعني تخف وتقل وأحيانا تنعدم الأعمال الصالحة من حياته إلا من رحم ربه. أما من استغنى فأنت له تصدى، أنت له تصدى يعني تقبل عليه وتتكلم معه، حتى جاء في الرواية قال ما تقول في قولي، أترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لذلك الكافر ما تقول في قولي ألا تراه حسنا، يقول حسنا نعم. ولعل هذه العبارة التي خرجت من ذلك الكافر هي التي أطمعت النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قد يدخل في الإسلام. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هنا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام والدعاة من بعده مهمتهم تبليغ الدعوة، أما بعد ذلك يستجيب المدعو أو لا يستجيب هذا شأن آخر. وما عليك ألا يزكى، يعني لا يهمك أسلم أو لم يسلم. تزكى هنا معناها تطهر عن الشرك بالدخول في الإيمان. ولهذا ينتبه كل من يدعو غيره، سواء كان داعية في المساجد ولا داعية في قومه ولا بين زملائه، المهم الذي يدعو إلى الخير لا يجبر الناس على سماع كلامه أو على طاعة أمره، هذا ليس له. وما عليك ألا يزكى، والمعنى هذا تقدم في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى، رجعنا تاني لابن مكتوم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أي يخشى ربه تبارك وتعالى، بدلالة أنه كان يقول علمني مما علمك الله، فأنت عنه تلهى أي تنشغل بأولئك الكفار، كلا إنها تذكرة، معناها إعراضك عن هذا أو إقبالك على هذا، الأصل في القضية أن القرآن أنزل تذكرة لسائر البشرية، فمن شاء ذكره إلى آخر الآية. عودا على بدء، الله تبارك وتعالى يعاتب أنبياءه ترقية لهم، فهذه قاعدة عامة بارك الله فيك خذها عندك، أي آية في القرآن الكريم في حق الأنبياء والمرسلين إرشادا وتوجيها وتنبيها لا يجوز لك أن تفهم منها أن ذلك ذنب،
أو خطيئة وقع فيها ذلك النبي، بل تفهم أنها مجرد لفت انتباه إلى ما هو الأولى والأفضل والأحسن في ذلك المقام، وإن فعل خلافه فهو ليس مذنبا وليس ملوما، على حد قول القائل: لعل عتبك محمود عواقبه، وعلى قول الآخر: ويبقى الود ما بقي العتاب. من هنا نفهم بارك الله لي ولك أن الكثيرين من المشغبين على عقائد المسلمين يتنقصون بعض الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم بسبب سوء فهمهم لبعض آيات القرآن الكريم. فهذه السورة بارك الله فيك، أو هذه الآيات من مطلع سورة عبسة، انتبه فيها لطيفة أخرى. الله لم يقل لنبيه عليه الصلاة والسلام: عبست وتوليت، إنما قال له: عبس وتولى. ولماذا لم يجابهه بهذا الخطاب الذي فيه ذلك العتاب تعليما لنا وتعليما للأمة كلها ألا تجابه إنسانا بما وقع فيه مما يستحق العتاب بالنسبة لنا؟ ما يقع فيه العبد من ذنب، ما يقع فيه من خطيئة، لا تقل أنت أخطأت ولا تقل أنت أذنبت، خصوصا إذا كان ليس بينك وبينه علاقة، بل حتى لو كانت العلاقة وطيدة التعريض أولى، التعريض أولى. يحضرني في هذا المقام واحد من العلماء فعل شيء في الصلاة، وهو صحيح الصلاة صحيحة، لكن واحد من العوام اعتقد أن هذا الفعل يبطل الصلاة، فجاء هو ما يعرف أنه عالم، جاء وقال له الشيخ، والرجل عمره كان فوق 60 أو فوق 70 سنة هذا العالم، وجاء العامي شاب قال: يا شيخ صلاتك باطلة. قال: ليش باطلة؟ قال: لأنك فعلت كذا وكذا. قال: والله يا ابني أنا أحتاج أن يعلمني إنسان أحكام الصلاة أصلا، فإيش رأيك تقول لي شروط صحة الصلاة وشروط وجوب الصلاة وشروط الوجوب والصحة مع الصلاة؟ صاحبنا بدأ يقول: الركوع، السجود، هو الكلام يسأله عن الشروط. هذا العامي حتى الأركان مش عارفها، ولا نسأل نفسك: هل تعرف شروط الصلاة؟ يقول يعني كأنه الشيخ يقول له هذا الكلام: هل أنت تعرف شروط الصلاة أصلا؟ لكن أتاه بطريقة إيه؟ لطيفة. قال: أنا أحتاج أتعلم شروط الصلاة، شروط الوجوب، شروط الصحة. الرجل تعب تعب شديد، ما عرف يعد حتى خمسة أركان. قال لي: والله يا ابني أنت زادك احتجت عليه، خلينا في حالنا، السلام مع وسع ابتسام. فما صدق لما قال له قوم، أخذ عليه وهرب. فبارك الله فيك، عبس وتولى، لا يمكن أن يجابها الحبيب عليه الصلاة والسلام بالعتاب المباشر، مثل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له، بدأ بالعفو مباشرة، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين، إلى آخر الآيات. فلطيف الخطاب من رب الأرباب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دلالة على علو منزلته وعلو مقامه عند ربه تبارك وتعالى. فقال: عبس أن جاءه الأعمى وما يدريك. بعد ذلك بدأ إيه؟ الخطاب المباشر بعد أن تجاوز مكان العتاب. ففي هذا أيضا دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يخطئ خطأ يستحق اللوم عليه، ولم يذنب ذنبا وحاشاه يستحق أن يتوب إلى الله تعالى منه،
كما يفسر البعض ما شابه ذلك من الآيات. لعل أكتفي بهذا. صلى الله عليه وسلم عنه وإياكم على ذكره وشكره. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات وأعمالنا واستعد أجيالنا. بلغنا بحمدك عن المصطفى سيدنا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.